حدث سوء فهم بيني وبين خالي، وأنا أخاف عندما أسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، فماذا أفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جاءه رجل وقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحرم عنهم ويجهلون علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فلا يزال معك من الله سلطان. أو كلمة نحوها: إذن أنت إن كنت حصل بينك وبين خالك سوء تفاهم أدى إلى نوع من القطيعة، فبادر واسبقه أنت إلى التصالح. فقد قال النبي: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه مسلم فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم إن الخال بمنزلة الوالد، وإن من إكرام أمك وبرها أن تكرم قرابتها، وأولى الناس بعد أبويها من قرابتها إخوانها وأخواتها، فأحسن صلتهم واعف عن إساءتهم وأغض عن زلتهم وتغافل عن جهلهم عليك وصلهم. فإن الواصل ليس بالمكافأة، وإنما الواصل، يقول النبي، الذي يصل الناس على الرحمة إذا قطعتهم. والله أعلم.